مرحبا. أثارت جوائز الجرامي السنوية 65 ضجة كبيرة ليلة الأحد. إنها فرصة للمعجبين والمشاهدين للتنبؤ بالفائزين والعروض المسائية، وفي الغالب توقع أفضل وأسوأ لحظات الموضة على السجادة الحمراء. جلبت جائزة جرامي 2023 نوعا مختلفا من التحول الثقافي، وكانت هناك احتفالات في كل مكان، وهذا هو العام الذي صنع فيه نجوم مثل بيونسي، فيولا ديفيس التاريخ في مجالاتهم وتخصصاتهم. هذا العام فاز المغني البريطاني هاري ستايلز بجائزة ألبوم العام، وحصلت ليزو على رقم قياسي على أغنيتها About Damn Time. كما حصلت بيونسي رسميا على لقب الفنان الأكثر حيازة لجوائز الغرامي. أحضرنا لكم ملخصا بسيطا لأفضل اللحظات في الريد كاربت والحفل. أصبحت بيونسي رسمياً الفنانة الأكثر حيازاً لجوائز الغرامي بإجمال 32 جائزة. لم تفز بيونسي بجائزتي ألبوم العام وسجل العام على الرغم من ترشيحها للفئتين أكثر من مرة، لكنها فازت بجائزة أفضل أغنية R&B لأغنية كافيت وأفضل ألبوم إلكتروني موسيقي راقص له. كما حصلت على جائزة أفضل أداء R&B تقليدي، واختنقت بالدموع عند وصولها إلى خشبة المسرح وشكرت الله عائلتها والغرامي. قالت في خطاب قبولها: أحاول ألا أكون عاطفية جدا، أريد أن أشكر الله على حمايتي، أود أن أشكر عمي جوني ليس هنا بجسده ولكنه موجود هنا بروحه، أود أن أشكر والدي أبي وأمي على محبتهما لي ودعمهما لي، وأود أن أشكر زوجي الجميل وأولادي الجميلين الذين يشاهدونني من المنزل، كما لا يفوتني أن أشكر مجتمع الميم. أصبحت تيمس أول فنانة نيجيرية تفوز بجائزة غرامي. فازت الفنانة النيجيرية تيميلاد أوبيني المعروفة باسم تيمس والفنانة البالغة من العمر 27 عاما بأول جائزة غرامي لها عن غنائها في أغنية فيوتشر الفردية Waiting for you مع دريك ضمن فئة جائزة Best Melodic Rap Performance. تيمس هي أول موسيقية نيجيرية غير مختلطة تفوز بالجائزة. كانت سيد أدو الحائزة على جائزة غرامي عن أفضل فنان جديد في عام 86، وسينتيا إريفو التي حصلت على أفضل ألبوم مسرحي في 2017 من النيجيريين البريطانيين. وأضافت مغنية الأفروبيت هذا إلى قائمة الإنجازات الخاصة بها بعد فوزها بجائزة أفريكا فيوتشر وترشحها لجائزة الأوسكار. أصبحت فيولا ديفيس الشخص 18 وثالث امرأة سمراء على الإطلاق تفوز بجائزة إيغوت. لمن لم يفهم ما هي إيغوت، إي تعني الإيمي، جي تعني غرامي، أو تعني الأوسكار، وتي تعني توني. عندما حصلت على جائزة أداء الكتابة الصوتية عن مذكراتها Finding Me في حفل العرض الأول. ظهرت تايلور سويفت بزي مستوحى من ميدنايت من منتصف الليل. خطفت تايلور الأنظار بعد وصولها إلى السجادة الحمراء في فستان من قطعتين باللون الأزرق اللامع مع أقراط ومكياج باللون الأزرق وشعر مجموع. أصبح رد فعل أو الحالة التي كان عليها بين أفليك ميم والجميع يسخر به. لم يبدو متحمسا كثيرا لوجوده هناك، فقد تم تصويره بالكاميرا عدة مرات وهو يظهر عليه الملل. فازت ليزو بجائزة غرامي لأفضل رقم قياسي لهذا العام عن أغنيتها المنفردة الخاصة About Damn Time. فازت على فرقة أبا، أديل، بيونسي، براندي كارلايل، دوجا كات، هاري ستايلز، كيندريك لامار، ميري جي بلايج وستيف ليسي. وفي خطاب قبولها صرخت ليزو بالفنانين الذين ألهموها وشكرتهم، بما في ذلك برينس وبيونسي اللذين وصفتهما بفنان حياتنا، وشكرت الجميع وهي سعيدة. يذكر أنها ستبدأ جولة ضخمة في وقت لاحق من هذا الشهر. بيونسي تصل متأخر الساعة واحدة لتتسلم جائزة الغرامي 31، وبحسب ما ورد فقد وصلت بيونسي بعد حوالي ساعة من العرض وفقا لتريفر نوا وهو مقدم الحفل، ويبدو أن النجمة وزوجها جايزي كانا عالقين في حركة المرور. فازت بيونسي بأفضل أغنية R&B عن كافيت، لكنها لم تكن موجودة بالفعل لقبولها حتى وصلت متأخرة. من بين اللقطات التي انتشرت على تويتر هي اجتماع تايلور سويفت بحبيبها السابق هاري ستايلز. فبعد عامين من لم شملهما في حفل جوائز الغرامي 2021 لا زالت العلاقة جيدة بين الاثنين. ظهرت سويفت باعتبارها الأكثر دعما لستايلز، حيث كانت ترقص أثناء أدائه وتصفق له عندما فاز بجائزة الغرامي لأفضل ألبوم بوب فوكال وبعد أن أنهى أدائه، وذهبت إليه وعانقته.
يذكر أنه انفصل الاثنان في أوائل عام 2013 بعد المواعدة لمدة شهرين في أواخر عام 2012. أعادت جوائز غريمي 65 عقارب الساعة إلى الوراء، حيث جمعت العشرات من أيقونات الهيب هوب للاحتفال بذكرى 50 لهذا النوع من الموسيقى. صعد LL Cool J الحائز على جائزة الغريمي مرتين والمرشح 7 مرات إلى المرحلة، أولاً لتقديم الأداء الخاص. تضمنت قائمة جميع نجوم التكريم كلاً من بيج بوي، باسل رايمز، سبليف ستار، دولا سول، دي جي دراما، دي جي ليزي جيف، فيوتشر، غلوريلا، غريم ماستر فلاش، غريم ماستر ميلي ميل، إثيوبيان كينغ، سكوربيو، آيس تي، ليل بيبي، ديلوكس، ميثود مان، ميسي إليوت، نيلي، بابليك إنيمي، كوين لطيفة، كويست لوف، رحيم، ركيم، ذا روتس، ران دي ام سي، سولت ان بيبا، دي جي سبيندريلا، سكارفيس، سويس بيتس، وتو شورت. قدمت ميري جي بلايج للجمهور أداء ممتازا لأغنيتها الناجحة Good Morning Gorgeous. بصرف النظر عن غنائها الكلاسيكي الجميل، فهي أسطورة تستمر في العطاء وبدت مذهلة في طقم ذهبي مزين بالتردر وقبعة مثيرة خلال أدائها. من بين الإشاعات التي انتشرت هي أن بيونسير ربما دفعت جوائز للغريمي مقابل فوزها، ومع ذلك لم يؤثر هذا على البيهايفز أو فان ذاتها. من بين الأشياء التي ميزت الحفل هو الكابلز الذين حضروا لأول مرة علنا. نذكر ليزو. في أبريل 2022 أكدت ليزو أنها كانت على علاقة برجل غامض. منذ ذلك الحين كانت سرية إلى حد كبير فيما يتعلق بعلاقتها، على الرغم من تصوير الاثنين معا خلال حدث لسلسلة الواقع الخاصة بها Watch Out Big Girls في حزيران يونيو 2022. استمتعت ليزو وحبيبها مايك رايت بحفل ما قبل الغريمي لكليف ديفيس في لوس أنجلوس يوم السبت 4 فبراير. ارتبطت بالكوميدي منذ عام 2021 وبدا الاثنان أنيقين للغاية في السجادة الحمراء في بيفرلي هيلتون سواري. التقت ليزو ورايت في عام 2016 في مجموعة برنامج MTV الخاص بهما واندرلاند، لكنهما لم يبدأ المواعدة حتى عام 2021. في ديسمبر 2022 شاركت المغنية كل مشاعرها اللطيفة حول حبيبها في مقابلة مع هوارد ستيرن على سيريوس إكس إم. عندما سألها ستيرن عما إذا كانت تخطط للزواج من الممثل، ضحكت وأجابت قائلة: لا يوجد شخص آخر سأبقى معه طوال حياتي. التيك توكر تشارلي داميليو ظهرت مع حبيبها لندن باركر. قالت تشارلي عن علاقتهما: سواء كان الأمر يتعلق بالرقص مع النجوم أو رحلته الموسيقية الخاصة، فقد كان من الرائع حقا مشاهدة بعضنا البعض والتواجد هناك لدعم بعضنا البعض خلال كل هذه الأوقات المجنونة. وكما تعلمون افعلوا أشياء تحبونها معا، وارتدوا ملابس معا، ارتدوا ملابسكم، فهذا شيء ممتع للغاية. حضر الاثنان إلى السجادة الحمراء مع ارتداء إطلالات متناسقة. ارتدت شارلي البالغة من العمر 18 عاما فستانا أسود قصير من تصميم كارولينا هيريرا، وارتدى باركر البالغ من العمر 19 عاما قميصا أسود من ألكسندر ماكوين، وكلاهما تزين بسلسلة من المجوهرات الفضية حتى أنهما اعتمدا على نفس طلاء الأظافر والشكل. سألني العديد منكم من يكون لندن باركر وبماذا اشتهر؟ الجواب هو أنه دخل إلى دائرة الضوء بظهوره في سلسلة MTV الواقعية بعنوان Meet the Barkers مع عائلته. فقد ولد باركر لوالدين مشهورين حقا، حيث أن والده ترافيس باركر هو فنان موسيقي ناجح وعازف طبول لفرقة الروك الأمريكية بلينك، وهو الآن زوج كورتني كارداشيان، بينما والدته شانا موكلر كانت عارضة أزياء وملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يتحضر لبدء مسيرته الخاصة. وأخيراً تميز حفل الغريمي بتكريم عدة نجوم فقدتهم الساحة الفنية، وهم لوريتا لين، فليتوود ماكس، كريستين ماكفي، تيك أوف، ميغوس، جيف بيك، ديفيد كروسبي، يلو ماجيك أوركسترا، يوكي ريفو، ياكاهاشي، The Specials، تيري هول، أوليفيا نيوتن جون، توم فيرلين، كوليو، فيرو ساندرز. كما تم تكريم أيضاً أنيتا بوينتر، كين غريمسون، كيت ليفين، أندرو فليتشر، ليزا ماري بريسلي، غال كوستا، دي جي كيسلي، آيرين كارا، توم بيل، جيري لي لويس، رامزي لويس، جيري أليسون، دينو دانيلي، دونالد تابي شو، أليك جون، فريدي واي، تايرون دوني، روني هوكينز، هوريكين جي، أندرو وولفوك، سام جودن، بوبي رايدل، جيف كوك، ليمون دويزر، جيم سيلز، وفينجلس.
في عدة فقرات تم إحياء أغانيهم التي اشتهروا بها والتي أداها المغنيين الحاليين. هذا كل شيء في حلقتنا. الجوائز والإطلالات تجدونها في مقاطع متنوعة على قناتنا، إضافة إلى شورت من كل صنف حسب طلبكم. نتمنى أن تعجبكم الحلقة ولا تبخلوا علينا بلايك شير وسبسكرايب. شكرا، نحبكم.